يوميات أبو مودة. لا لا يا بابا، دوري أنا. نواف من أول قاعد يلعب. ولا عشان هو الكبير كده اسمها عنصرية. أقول لا أنت ولا أخوكي، دوري أنا. يعني لا أنت ولا أخوكي، اللي قاعدة تسويه أمكم هذا هو العنصرية، وهذا نسميه استخدام السلطة بالقوة. وانت حضرتك مسوي المعارضة؟ طيب طيب جاي، ما شاء الله تبارك الله، يا ترى مين أول زائر لنا في العيد وينور بيتنا اليوم؟ يعني مين غيري؟ 30 يوم معاك، ما تبغاني أجي عيد عليك؟ يا أبو مودة، أنت صرت جزء من حياتنا، كل سنة وانت طيب وعيد سعيد إن شاء الله. وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى الأمة الإسلامية كلها. أنا أهنيك بالعيد، وأهنيك كمان إنك صديق لأبنائك. عيالك بعد 20 محتاجين لأب ولصديق، وعشان تكون صديق لازم تقبل مبدأ الندية والمنافسة، ولازم تتنازل شوية. وللعلم، صداقتك مع أبنائك بتحميهم من مشاكل كبيرة، حاول تحتويهم وتقربهم ولا تنفرهم. وأخيرا، عيد سعيد عليكم كلكم، وعساكم من عواده، ويا رب يا رب كل سنة تكونوا بألف خير وألف صحة وعافية، وأيامكم كلها فرح وعياد. أسرتك حياتك، مع تحيات جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة. يوميات أبو مودة، سيناريو وحوار عبد الغني الحاصل، تمثيل أحمد عبد الله، وفاء باوزير، قام بدور أبو مودة الفنان جميل علي، الهندسة الصوتية والإخراج محسن الطرزي. المودة علم ينتفع به.